فاكرين لما قلت لكم في حلقه تتبيلات الفراخ ان الفراخ اللي بتدقه هتبقى تحفه لو عملناها مع فته بالخل والثوم؟ فاحنا عاملين كده النهارده. الفراخ اللي بتدقه معانا اهي بتتبيلتها شايلينها في الفريزر من ساعتها، طلعناها امبارح تفك والنهارده هنسويها، ما عملناش فيها اي حاجه، انا حتى هسويها بنفس الطبق الفويل بتاعها مش هنقلها في اطباق ثانيه. الفرخه دي كانت فرخه بتتبيله الدقه، او عارفين دقه الكشري؟ هي دقه الكشري. كانت فرخه رباع وفلفلايه رومي وفلفلايه حمراء قطع و10 فصوص من الثوم صحاح، حزمتين من الكزبره، ربع كوبايه من عصير الليمون، وربع كوبايه من الخل وزيت نباتي، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. وطبعا لو عندكم دقه كشري انتوا عاملينها وباقي منها ممكن تتبلوا بيها عادي جدا. هاخدها زي ما هي كده، انا كنت شايلاها في الطبق الفويل ده في الفريزر، وقلت لكم ان ده توفير للوقت والجهد، لان لما اجي اسويها هسويها في نفس الطبق بالظبط، مش هبذل اي جهد. فرني سخن وانا هدخل الطبق الفويل ده بالفرخه القمر دي. كل اللي بحب اعمله بس حاجه صغيره جدا، فين يا ساره الزيت اهو، بحب بس قبل ما ادخلها اديها كده يا جماعه ايه، نقطه زيت على الوش بتخلي الفراخ لونها يبقى احلى. بصوا قد يعني معلقه صغيره لكل حته فرخه، مش اكتر من كده. وهاخدها زي ما هي ده بس للون، هدخلها الفرن بالطبق الفويل ونبقى ننقل بعد كده في اللي احنا عايزينه. فرن سخن درجه حرارته 220 240، مفيش مشكله. الرف اللي في النص والحراره من فوق وتحت، ولو عندنا مروحه توزيع حراره في الفرن طبعا نشغلها، هتوزع لنا الحراره، هتسوي الفراخ اسرع وهتخلي اللون متساوي بكتير جدا. فاتمنى انها تعجبكم. هنعمل جنبها ايه؟ دي من حلقه تتبيلات الفراخ. اللي عايز يرجع للوصفه عملي يرجع لحلقه تتبيلات الفراخ، لكن هي الحقيقه ما فيهاش اي حاجه. كل اللي عملناه ان احنا خدنا كل المكونات حطيناها في الكبه مع بعض، تبلنا بيها الفراخ وقمنا شايلينها في الفريزر بالمده اللي احنا نحتاجها. طبعا هي مده صلاحيتها في الفريزر 3 شهور، لحد 3 شهور ما فيش اي مشكله. انا ما بسيبهاش اكتر من شهر بصراحه، لان انا عاملاها اكيد عشان استهلكها في البيت، يعني مش هسيبها بالثلاث والاربع شهور مش مستاهله يعني. فدي كده وصفه اهي يا حمدي، شايف قمر ازاي؟ يلا ندخلها تكمل. سلطه الطماطم بالكمون بتبقى مناسبه جدا جدا ولايقه قوي. خمس طماطمات مقطعينهم مكعبات، بصلايه حمراء، كوبايه كزبره مفرومه، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره من الخل، زيت زيتون وملعقه كبيره من الكمون وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسود. سلطه بسيطه جدا لان بتليق قوي على الاكله دي. خلونا نجيب بوله نشتغل فيها. انا هجمع هدلقها كلها على بعضيها ونطلع الفاصل. يلا بينا. الطماطم وندي بصه كده. الله الفراخ بقت رهيبه رهيبه، مش هوريها لكم دلوقتي، هفاجئكم بيها في اخر الحلقه. خضره، بقدونس او كزبره، بصل، عصير ليمون، خل، زيت زيتون، كزبره، كمون، ملح وفلفل اسود، وبنقلبها مع بعضيها. السلطه دي انا في ناس بتحب سلطتها طريه كده، الخضار دبل شويه، انا مش من الناس دي، انا بحب الخضار فريش كده ومظبط قوي. فلو انا هعملها من بدري مش هحط الدريسنج من دلوقتي، هخليه للاخر خالص، فعشان تفضل الطماطم كده ماسكه نفسها وحلوه. بصوا عايزه اوريكم صينيه الفراخ طلعت من الفرن، شايفين المنظر؟